نجتمع فيها لتقديم حصيلة مختلف الأنشطة التواصلية التي تم تنظيمها خلال الفترة المذكورة من لقاءات وندوات جهوية وفعاليات ثقافية على المستوى الترابي، والتي تناولت التحسيس حول موضوع العنف ضد النساء في شموليته. اليوم أنا سعيدة جدا بالإعلان على اختتام هذه الحملة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات. سعيدة لأن الحصيلة كانت إيجابية جدا، بحيث كان واحد الانخراط كبير من جميع مكونات المجتمع، والدليل على ذلك هو عدد الأنشطة اللي تم يعني التنظيم ديالها من طرف القطب الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي الاجتماعي والأسرة، التعاون الوطني، وكالة التنمية الاجتماعية، والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وسفارة الدنمارك. فكان عدد الأنشطة اللي تنظمت 980 نشاط، ساهم فيه رقم قياسي أكثر من 72 ألف مشارك ومشاركة في هذه الأنشطة. وأيضا يعني كان هناك عدد من التوصيات المهمة اللي خرجت من هذه الأنشطة، كان على رأسها يعني محاولة التحسيس أكثر داخل الفضاء الأسري، لأن العنف أكبر نسبة من العنف تجي من الزوج أو الطليق أو الخطيب. فإذا كانت هناك توصية قوية حول التحسيس بمحاربة العنف داخل الوسط الأسري وأيضا داخل الوسط المدرسي، كانت أيضا من توصيات. جاءت أيضا توصيات على تسهيل الولوج لخدمات، سواء خدمات تبليغ أو خدمات التكفل. وفي هذا الإطار يعني وزارة التضامن الإدماج الاجتماعي والأسرة أطلقت اليوم منظومة رقمية جديدة هي جسر أمان لتكفل بالنساء ضحايا العنف، اللي كتمكن جمعيات المجتمع المدني أو النساء أو كل من يهمه يعني أن يسهل ولوج نساء تعرضنا للعنف لخدمات التكفل. فكيدخل بوابة وزارة التضامن الإدماج الاجتماعي والأسرة تلقى جسر أمان وممكن يستفد من هذا خدمات التكفل، وأيضا تشبيك ما بين المراكز، لأنه وصلنا أكثر من 105 مراكز للتكفل بالنساء ضحايا العنف في جميع أنحاء المملكة. فهذه المنصة كتخليهم يشتغلوا فيما بينهم، يكون عندهم واحد الفورم كيتبادلوا فيه التجارب الفضلة، وكيكون تواصل معهم عبر هذه يعني المنظومة الرقمية. نبغي نشير إلى أن هذا الانخراط الكبير اللي عرفته بلادنا هذه السنة ما هوش غريب، يعني لأن أخذنا بعين الاعتبار الدينامية الإيجابية جدا اللي كتعرفها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في عبر أوراش كبرى كما تعلمون، سواء ورش الحماية الاجتماعية أو ورش مراجعة مدونة الأسرة. فبلادنا كتعرف واحد الدينامية حقوقية قوية للنهوض بوضعية النساء والولوج لحقوق. والأجمل يعني اللي جميل هو أن هناك انخراط كبير من جميع مكونات المجتمع، فهذا كيبين أن المجتمع برمته مهتم بوضعية المرأة وبقضايا المرأة، وأيضا مجهودات الحكومة اللي كتقوم بها لتفعيل الأوراش الملكية الكبرى اللي شرط لها. فإذا نتعاونوا جميع ونعملوا اليد في اليد باش هذه المجهودات ما تضيعش، يعني ما توقفش بهذا الوقوف اختتام الحملة، بل خصها تستمر طول السنة باش يكون تفعيل ديال هاد التوصيات اللي جات بها المخرجات ديال الأنشطة اللي تنظمت في إطار الحملة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء. الأبواب المفتوحة اللي عرفنا فيه على خدمات اللي كنقدمها الفضاء المتعدد للوظائف للنساء في وضعية صعبة، من استماع، استقبال، دعم نفسي يعني ودعم قانوني، وكذلك مواكبة، وخصوصا التكفل داخل مركز الإيواء، وتقديم مجموعة الخدمات لهؤلاء النساء من بينهم الوساطة، وكذلك تربية الوالدية. كذلك قدمنا أو نظمنا مجموعة من الأنشطة، نشاط في المعهد التطبيق، عفوا المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بسيدي قاسم، لأكثر من 85 طالب وطالبة اللي تفاعلنا معه في معهد الناشئة، معهد الشباب، واللي شرحنا لهم بعض مقتضيات قانون 103/13، وكذلك عملنا على الحث ديالهم على نبذ العنف، وكذلك
على التبليغ في حالة وقوع العنف للقضاء عليه. النشاط الثالث كان داخل الفضاء المتعدد الوظائف للنساء في وضعية صعبة، واللي كان الفائدة مجموعة ديال النساء بما فيهم النساء اللي تعرضوا للعنف واللي في الإيواء، وكذلك جمعيات المجتمع المدني واللي كان بالمشاركة مشكورة للنيابة العامة والجمعيات المجتمع المدني اللي شاركوا معنا في النادي السينمائي بشكل خاص. العنف ضد النساء يعني خصنا نبلغوا عليه وما نسكتوش لكسر يعني هذا الجدار ديال الصمت اللي كيحيط به. وشكرا.